في العراق تتواصل سياسة تكميم الأفواه، هكذا يقول نشطاء، لا سيما بعد اعتقال أجهزة حكومية. الشاعر عقيل الشيباني وهو من محافظة السماوة مركز محافظة المثنى لكتابته قصيدة ناقدة. نشطاء قالوا إن هذه ثاني حادثة خلال أسابيع بعد حادثة اعتقال الشاعر صلاح الحرباوي في محافظة ذي قار بتهمة تمجيد النظام السابق. لنستمع الآن إلى جزء من قصيدة الشاعر عقيل الشيباني الذي لا يزال رهن الاعتقال. يا عبيد المحتل الدنس بلادي، يا تشيع بوش يا دين الهمر، يا عبيد المحتل الدنس بلادي، يا تشيع بوش يا دين الهمر، الشريف اللي بيكم اشرف من داقوق الغجر، اهواي كبرنا صوركم، اهواي دارينا صوركم، والشهيد بصور تنزغر شكو خضرة ونهر، اهواي اهواي دارينا صوركم، اهواي كبرنا صوركم، والشهيد بصور تنزغر شكو خضرة ونهر، اللي ينحر الدولة على بيبان العمالة، اللي ينحر الدولة على بيبان العمالة، شلون ننتخبه ونسوي له قدر؟ يا إمام المتقين الدين وين؟ الغيرة وين؟ الشعب وين؟ الشعب وين؟ الحاط مالات على بيبان الفساد، وثاني يوم يبوق مالات الحسين.